بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. بحب أشكر الأستاذة الدكتورة ألفة الشناوي والسادة رؤساء الجلسة، وبحب أشكر الأستاذة الدكتورة مها الخولي على الدعوة الكريمة، وبهني الأستاذ الدكتور خالد حسين على الأفكار الجديدة للمؤتمر، وبشكر كل اللجنة المنظمة. بحب أرحب بالحضور الكريم. السلام عليكم. طبعا وجودي جنب استاذتي الدكتوره عزه ده شرف كبير ليا. طبعا احب في الاول اشكر الاستاذه الدكتوره مها الخولي والاستاذ الدكتور خالد حسين وزمايلي الاستاذ الدكتور علاء بعظيم طبعا، وزمايلي الدكتوره لميس والدكتور محمد جمال على الاستقبال والحفاوه، وطبعا شركه اكستريم للاستقبال النهارده معانا في وجودنا النهارده معاكم. انا طبعا احب اشكر الشير بيرسونز الاستاذ الدكتور رمضان بنافع، الاستاذه الدكتوره ألفت، الاستاذ الدكتور انصار، الاستاذ الدكتور رأفت. هتبتدي من دلوقتي النهارده الدكتوره عزه معانا في السي بي دي وات از اور فيسنج والبروبلمز وستيل في ديبيت على المانجمنت والاوبتمايزيشن اوف تريتمنت. ادفانسد سي او بي دي وي ار ال سين ان ادارك تانيل، وزي ما استاذتنا الدكتوره ألفت قالت ان احنا هنحط فيه سورس اوف لايت في نهايه التانيل كده عشان الدنيا ما تبقاش ضلمه قوي. Advanced COPD أو Industry COPD أو Refractory COPD كلها مسميات لحاجة واحدة، إن أنا وصلت للليتر ستيج أوف ذا ديزيز إن ويتش السيمبتومز بتبقى persistent, severe, poorly responsive to treatment and continually worsen over time. The final years of these patients are characterized by progressive functional decline, frequent exacerbation, poor quality of life, increasing dependency on informal caregivers and on health care system. If in mild cases of COPD, the 5-year survivor بيبقى في المن 78% وفي الومن بيبقى 72%. الرقم ده بيقل يصل إلى 30% in men and 24% in women in patients with advanced COPD. كان في ريفيو ارتكل اتنشر في التشاينيز ميديكال جورنالز كان في 2015 كان تايتلد از ادفانسد كرونيك اوبستراكتيف بلمونري ديزيز انوفيتيف اند انتجريتد مانجمنت ابروتش. كانت سيتلد سام اوف ديفينيشنز فور ادفانسد سي بي دي، كان واحد منهم اللي هو ديفينيشن باي ذا الترا ساوند ناشونال هوسبيسز باليتيف كير، وكانت بتعرفه از سيفير كرونيك لانج ديزيز with disabling dyspnea. الديزني دي بتبقى at rest will not respond to the bronchodilator. Diseasing progression والبروجريشن كان بيبقى settled by following serial decrease في FF1 annual yearly أكثر من 40 ملي بير يير و increasing the visit طبعا للإمرجنسي والهسبيتاليزيشن. Hypoxemia with PO2 أقل من 55 ملي مركوري أو saturation أقل من 88 على supplemental oxygen معاها كوربالمونال و unintentional weight loss أكثر من 10% من البودي ويت وريستنج تاكيكارديا. انذر ديفينيشن من الديفينيشن الموجوده اللي هو باي ذا كلينيكال فيتشرز انه في سيفير اير فلو ليميتيشنز ديكريز الاكسرسايز بيرفورمانس واذر كريتيريا انكلودنج سام اور اول اوف ذيم اللي هو الادفانسمنت اوف ذا ايج والبريسنس اوف كوموربيديتيز والسيستميك مانيفيستيشنز والماسل افكشنز والنيورولوجيكال والبون لايك اوستيوبروزيس. والاولد جروب دي طبعا ديفينيشن بتاع الجولد ديفينيشن اللي هي الهاي ريسك جروب دي ويز جولد 3 اور 4 في السبيرومتريك evaluation will extirpation more than 2 per year وكات سكور اكتر من 10. السي او بي دي زي ما حضرتك عرفته في الجولد 2023 كان ابتدى الترم او الديفينيشن بمور برود، التعريف بتاعه بمور هيتروجينس شال الايتيولوجيكال كوز قال ان هو ده هيتروجينس كرونيك لانج ديزيز كاركترايزد باي كرونيك سيمبتومز كوزد باي ابنورمال انفلاميشنز of the airway and the or alveoli characterizing by the persistent progressive obstructive airway disease. الجولد settled therapeutic target called treatable traits based على الايتيوتايب والفينوتايب والفينوتايب of the COPD patient وعرفته as targeting ان انا اعمل modification في التريتمنت بتاعي واوبتمايزيشن وبرسوناليزيشن to improve the patient outcome. أول حاجة في البالمونري تريتابل تريتس إن أدفانسد سي بي دي الناس اللي عندها فريكوينت إكسسربيشن. هافينج أن إكسسربيشن إز ريسك فاكتور فور فارذر إكسسربيشن، وبالتالي ريبيتد إكسسربيشن بتؤدي إلى إنكريز مورتاليتي ريسك. سو إت إز إمبورتانت تو بريفنت الإكسسربيشن باي تارجتينج ريسك فاكتورز.
rather than treating the exacerbation only when they occur. The patients اللي عندهم frequent exacerbation والبلد إزينيفيل كاونت بتاعهم أكتر من 300 سيلز بالمايكروليتر أنا هضيف ICS للابا أند لاما تريتمنت. ما كانش في إيفيدنس إن الكرونيك يوز بتاع الأورال كورتيكوستيرويد بيقلل الإكسسربيشن. الحاجة التانية إضافة الروفليمولاس أو الفوسفودايستريس فور إنهيبيتورز للبيشنس دي بيقلل الريسك أوف سيفير إكسسربيشن عن طريق إن هو بيقلل الانتي انفلاماتوري افكت بتاعه بيقلل الاير واي انفلاميشن اند بريموت الاير واي سموس ماسل ريلاكسيشن. والافكت بتاع الفوسفودايستريس 4 انهبيتورز ان سي او بي دي كان اكزامند في مالتيبل راندومايزد كلينيكال ترايلز. الميتا اناليسيس دي اتكلمت عن الموضوع ده واتنشرت في 2020 كانت بتشوف الافكت اوف فوسفودايستريس 4 انهبيتورز في عينين السي او بي دي الريفلوميلاست السيليمولاست والتيتومولاست. وجدت ان الناس اللي بتاخد الفوسفوديستريس فور انهيبيتور الريت اوف اكسسربيشن بتاعهم بيبقى اقل واللي بيبقى فيه سمول انكريس في الاف اي في 1 انما ما وجدوش افكت على الكواليتي اوف لايف وان اليوز بتاعه بيبقى ليميتد شويه بالسايد افكت. وبالتالي كان ريكومند ان انا يوم ما ابتدي الروفليمولاس ابتدي بدوز 250 مايكرو جرام ديلي لمده 4 اسابيع وبعد كده ازود لل 500 تو افويد الدراج ديسكونتينويشن ديو تو جي اي تي سايد افكت. الريفليمولاس شود بي افويدد في عينين الهيباتيك امبيرمنت تشايلد بو كلاس بي او سي او الناس اللي عندهم مودريت او سيفير ديبريشن. الحاجه الثانيه في استخدام الفريكوينت اكسسربيشن عشان نقلل الاكسسربيشن ريت البروفلاكتيك انتي بايوتيك ثيرابي ودي ميتا اناليسيس اتنشرت في 2018 كانت بتشوف الماكرولايت والكينولونز والتيتراسايكلين فيرسس البلاسيبو في العيانين السي او دي. وجدوا ان استخدام البروفلاكتيك انتي بايوتيك بيؤدي الى 47% decrease in the incidence of exacerbation compared to 60% in patient use placebo. الازيثروميسين كانت استخدامات الدوز مره كان يدوها 250 ملي جرام ديلي او 500 ملي جرام 3 تايمز بير ويك. الموكسيفلوكس ممكن في بعض الترايلز كانت بتاخد خمسه دايز لمده كل اربع اسابيع او كل 8 اسابيع. الازيثروميسين كان بيبقى ليس افكتيف لو العينين كانوا كارنت سموكر وطبعا كان افويد في الناس اللونج كيو تي انترفال. الماكرولاير رانكد اس فيرست followed by kinolones in reducing the rate of exacerbation. إنما recommendation بتاعهم إن إحنا محتاجين further studies to determine the optimum treatment regime and the duration. الحاجات التانية اللي بتقلل ال frequent exacerbation اللي كانان pharmacological اللي هو pulmonary rehabilitation. طبعاً بيقلل the number of exacerbation والhealth care utilization and health care cost. إنما كان direct availability of pulmonary rehabilitation especially post hospitalization ما كانش بيبقى available في بعض الأماكن أو كان بيبقى limited نتيجة limited resources. ودي systemic review بتتكلم على pulmonary rehabilitation في عينين السي او دي منشورة في 2015. الكومبوننتس بتاعت pulmonary rehabilitation بتشمل exercise, promotion of healthy behavior, education, psychological support, adherence to medication, nutrition كلها بتحسن الquality of life وبتحسن الexercise capacity وبتقلل rate of exacerbation. The combination of strength and the endurance training بيبقى أفضل من أن أنا أستخدم one modality alone. إنما كان ال recommendation بتاعهم إن إحنا محتاجين future studies concentrate on identifying the most important component في pulmonary rehabilitation. The ideal length بتاع البروجرام يبقى قد إيه وال intensity of training and how long the benefit of the program last. من الحاجات التانية اللي لو العيان بتاع الاكسسربيشن اتحط على جهاز النون انفيزيف في فترة الاكسسربيشن بشوف البي سي او 2 2 ل4 اسابيع بعد الاكسسربيشن. لو فضل عالي اكتر من 55 مليمتر ميركوري العيان ده يحتاج ان انا استخدم نون انفيزيف فنتليشن نكتورنلي ات هوم. وجدوا ان استعماله بيقلل التايم تونيك اكسسربيشن وبيقلل اكسسربيشن ريت. الكرونيك هوم نيزل هاي فلو ثيرابي از انذر بروميسينج اوبشن انما كان الايفيدنس بتاعه از ليميتد اند فرذر ترايلز ار نيدد. في حاجه اسمها تارجيتد لانج دينيرفيشن ده نوفل برونكوسكوبيك تكنيك بيعمل ديسربت الباراسمباثيك نيرفز في الاير واي وكان في كلينيكال ترايل وجدت ان الاكسسربيشن ريت ديورينج 3 تو 6 مانثس في البيشنتس اللي اتعمل لهم التكنيك ده كان 17% versus 36% in patients receiving CHIM treatment.
انما ما كانش فيه تشينج سيجنيفيكانت تشينج في الفانكشن او في الكواليتي اوف لايف 2 ييرز بوست راندومايزيشن بتوين جروبس. تاني حاجه في التريتبل تريتس بعد الاكستربيشن اللي هو تارجتنج فور اوبتمايزيشن اوف تريتمنت بتاعنا اللي هو الهايبر انفليشن. والهايبر انفليشن بيحصل نتيجه البيشنت بيبقى عنده بولس تشينج او انفيزيماتيك تشينج افكتنج مينلي ممكن تافكت اللنج كلها ممكن تافكت الابر لوب. كان من ضمن الانترفينشنال ميثودز او انترفينشنال افكشن ان احنا نتحك نفيد العيان ان احنا نقدر نعمل اندوسكوبك لنج فوليوم ريدكشن ايزر باي سيرجري, ودي واخده ايفيدنس ايه عندنا, او عن طريق الاندو برونكال لنج ثيرابي عن طريق البلوكرز او سيلينج ايجنت, وده واخده ايفيدنس ايه. البيشنت سيليكشن كرايتيريا لازم نختار البيشنت يكون عنده ريزيستنت ديزنيا ان سبايت اوف اوبتيمال تريتمنت وبوست وعنده لوور اكسرسايز بيرفورمانس بوست بالمونر ريهابيليتيشن سيفير اوبستراكشن ويز اف اف 1 بتوين 15 الى 45% اكومبليت باي ذا اير ترابنج اكتر من 150 وريزيديوال فوليوم على التوتال لانك بس اكتر من 55%. والسي تي بتاعنا عشان نقول العيان ده استفاد من الاندوبرانكال فالف ثيرابي الانفيزما مين لي ابر مي بي نتون هوموجينس او هيتروجينس, لكن شرط منها يكون الانتجريتي اوف دي ميجر والماينر فيشرز والنيجاتيف اوف كولاترالز. طبعا من ضمن البريكوشن او الريكويرمنت ان نو اكتيف سموكينج, البودي ماس اندكس اقل من 40, واللاك اوف ريستنج هايبوكسيميا والابسنس اوف انستابل كارديوفاسكولار ديزيز. الكرونيك ريسبيرتوري فيلير ده ثالث واحد بين الاندكشن اوف لونج تيرم اوكسجين ثيرابي, وطبعا اللونج تيرم اوكسجين ثيرابي واخد ايفيدنس ان امبروف السيرفايفر ابانج بيشنت ويز كرونيك سيفير ريستنج هايبوكسيميا, وعلى العكس في المودريت هايبوكسيميا ما وجدش انها بتحسن غير بس الكواليتي اوف لايف لكن الهوسبيتاليزيشن والمورتاليتي نو افكت في المودريت كيس. الكرونيك نون انفيزيف فنتيليشن في البيشنت عندنا في السي بي دي الاستيبل اللي هم عندهم البي او 2 اكتر من 55 وجدوا ان دي امبروف السرفايفل وكالتي اوف لايف وبيقلل الاكستربيشن تو اكستربيشن والادميشن تو هوسبيتال. واحنا بنستخدمه في الحاله دي لو في حاله في بيرزيستنت هايبوكسيميا ات نايت والعيان بيحط سبلمنتال اوكسجين, في الحاله دي بنتوقع ان البيشنت ممكن معاه اسوشيتد اوبستراكتيف سليب ايفنت. However, من الimprovement والeffect of the non-invasive, لكن despite the approach of hypercapnic patient, مش كل البيشنت ممكن يجد benefit من non-invasive ventilation. الهاي فلونيز الكانيلا او الفابوثيرم, والفابوثيرم كان ليا شرف مع الدكتور خالد وكان في ورك شوب وجربناه مع البيشنت السو بي دي بيشنت. طبعا في الهايبوكسيميك سو بي دي بيشنت واخد ايفيدنس معانا نقدر نستخدمه وبيحسن فعلا الديسنيا والكواليتي اوف لايف والاوكسجين و60 مينيت تيست, لكن في الهايبر كابنيك بيشنت شود بي يوزد ويز بريكوشن ان سيلكتد بيشنت ويز البي اتش نوت مور ذان 27 والسي او 2 ما يزيدش عن 80, وطبعا لما يكون نوت اسوشيتد ويز نيورو ماسكولار ديس اوردر او بت كونشس ليفل. لكن كانت مشكلتنا ان ما فيش براكتيكال ابروتش للاستخدامه في هاي فلونز الكانيولا ريجاردنج الاورز ولا هنستخدمه في النهار او بالليل, وما فيش ديفينيت ليتريتشرز او ستادي تو فيد ببراكتيكال ابروتش في استخدامه في مانج سوبيدي بيشنت. اخر حاجه في التريتابل تريتس اللي هو الاكسترا بالمونر كوموربيديتيز ودي انكلودنج النيورومسكولار افكشن ودي كونديشننج والماسل ويكنس والفاتيج والكوجنيتيف ديسفانكشن والاوستيوبروزيس والكارديوفاسكولار ايفنت اللي بتبقى موجودين في البيشنت. الماسل ويكنس او الاوستو او البالمونر كاشيكسيا ديفايند از ديكريز ان البيشنت بيقل بيبقى اقل من 90% من الايديال بودي ويت بتاعه. طبعا البيشنت البودي ماس اندكس اقل من 20 شود بي تيك هاي كالوريك هاي كالوريك بروتين دايت. بالنسبه للنون انفيزيف فنتيليشن احنا طبعا بنفورم ان احنا بنفضل ان اي بيشنت بيحصل له نيكتورنال دي ساتوريشن ان سبايت اوف سباب ان سبايت اوف اوكسجين نفكر في الاوبستراكتيف سليب ابنيا وتو بي دوكيومنتد لازم نعمل له بوليسومنوجرام. واحده من الحاجات اللي موجوده ككوموربيديتيز ايضا اللي هو الانكزايتي والديبريشن, ودي سيجنيفيكانت افكتنج البيشنت بتبقى من 75 من 57 ل 70% وريزنت فروم دي ديزنيا والديسابيلتي والايزوليشن of the caused by the disease. التريتمنت طبعا بيبقى عن طريق الانتي ديبريسنت والبنزو دايزابين which improving the quality of the life of the patient. وستيل طبعا رغم التريتمنت اللي احنا عطيناه والاوبتمايزيشن اوف ذا تريتمنت وعلينا التريتمنت من التريبل ثيرابي والفارماكولوجيكال والنون فارماكولوجيكال والفاكسينيشن ستيل عندنا بيشنت ستيل ريمينينج كومبلين واز كولد ريفراكتوري اور بيرزيستنت ديسنيا. فاشوف الدكتور عز بقى رايها ايه مع البيشنت ده.
طبعا لو في لسه ناس سيفيرلي امبيرد ولسه سيمتومز هنبتدي نحط الاوبشن اللي هو اللانج ترانسبلانتيشن. انما الديسيشن تو بروسيد تو لانج ترانسبلانتيشن از ا كومبلكس ايشو. انترستد بيشن شود ميت كرايتيريا اند شود نوت هاف relative contraindication to be transferred to transplant center for further evaluation and shared decision making. البيبر دي اتنشرت في 2021 بتتكلم على الكونسنسس دوكيومنت فور سيلكشن اوف لانج ترانسبلانت كانديديت. وقالت ان السي او بي دي بيشنتس شود هو ار ابروبريت فور ريفيرر سنتر شود ميت اول اوف ذا فولوينج كرايتيريا. الديزيز بروجريسيف ديسبايت الماكسيمم ميديكال تريتمنت البالمونري ريهاب والاكسجين ثيرابي. البيشنت نوت كانديديت فور سيرجيكال او اندوسكوبيك لانج فوليوم ريدكشن. البوت اندكس اكتر من 5. البوست برونكو دايليتور اف اي في 1 اقل من 25% بريدكتد. العيان عنده ريستنج هايبوكسيميا او هايبر كابنيا. والريليتيف كونترا انديكيشن ان انا احوله للترانسبلانت سنتر الادفانسد ايج لو اكتر من 65 سنه. البودي ماس اندكس اكتر من 35 او اقل من 16. العيان اكتف توباك سموك او اذر سبستانس ابيوز. الرينال فانكشن امبيرد الكرياتينين كليرنس اقل من 40. العيان عنده سيروزز او بورتال هايبرتنشن. ليميتد فانكشنال ستيتس سيفير كوروناري او سيريبرو فاسكولار ديزيز. عندنا البيشنت ويز ريفراكتوري ديزنيا. احنا المانجمنت اوف ريفراكتوري ديزنيا احنا دايما بنقول العيان عنده ستيل ريفراكتورس بريسنسنس ان سبايت اوف اوبتمايزيشن اوف تريتمنت. كان من ضمن الحاجات المفترض ان احنا نبتدي نعملها ان احنا نعمل كومبرينسيف ابروتش ان انا ازاي قبل ما اقول للعيان ده وبعد ما عليت التريتمنت انا مش واصل حاجه وقبل ما احكم عليه ان انا هدي له الاند اوف لايف سبورت او هوسبس كير ان احنا اكسكلود الكونتريبيوتنج فاكتورز اذا كان معاه associated cardiovascular event, diastolic heart failure, ischemic heart disease. اراجع البيشنت تكنيك والانهاليشنال ثيرابي والاوبتمايزيشن وممكن اعمل سويتشنج لنفس التريتمنت ويكون نوبلايزيشن. وحضراتكم دلوقتي موجود من اللونج اكتنج ماسكرينك انتاجونست موجود الجلايكوبايرونيوم كنوبلايزيشن. يبقى الحاجه الثانيه بالنسبه للفوسفوداستريز زي ما قالت الدكتور عزه اللي هو ايفيدنس ايه في الاكيوت اكسربيشن والسافلين اللي هو ممكن نستخدمه في البيشنت سيلكتد انه بيحسن السيمتومز البرونكو دايليتور افكت بتاعه رغم انه نون سيلكتيف والنارو ثيرابيوتيك اندكس بتاعه. لكن ممكن نستخدمه في كاتيجوري اللي بيبقى عنده ريزيستنس للاسترويد تو اكتيفيت الاتش داك 2. الاوكسجين ثيرابي والفارماكولوجيكال تريتمنت والبالمونري ريهاب انكلودنج الاكسرسايز والبيرسنج ليب والووكينج ايز وتشست وول فايبريشنز. واخر حاجه اللي هي الاوبيويد. والاوبيويد دلوقتي بيدوها كدوز صغيره من 38 ملي جرام بير داي للبيشنت. ولكن كان كل المشكله في الاوبيويد ان ممكن تتعطي برضه نيبولايزيشن لكن نوت يوت استابليشد اب تيل ناو في الليتريتشرز. والحاجه الثانيه ما بيتوفرش بسبب الديسكونتينيويشن ايرورز اللي بتحصل منه والادكشن اللي بيحصل منه والبريسكريبشن. وديسبايت الايفيدنس سبورت البينيفيت والريكومنديشن الكلينيكال جايد اوف يوزنج ذا اوبيويد ستيل البريسكريبشن في الكلينيكال بلاكس اندر استيميتد. الادفانسد كير بلاننج دي بقى هي فكره الموضوع ان الثيرابيوتيك او وايز الوايز كومباجن ثيرابيوتيك كومباجن كان عطت ريكومنديشن ان احنا ما نديش او ما نعملش اي سيرفيس لعيان الا بعد مراجعه العيان والجولز والويشز بتاعته. وبالتالي محتاجه انتجريشن بين الدكتور والمريض واهل المريض تو ديتكت السبورت ات ذا اند اوف ذا لايف. وبالتالي الاي سي بي بلاننج او الادفانس كير بلاننج ده should be eligible for patient with persistent dyspnea in spite of the optimization of treatment. Palliative care will end of life care will hospice care are important component in the management of all patient with advanced COPD and they have to be shown to improve the quality of life, reduce the symptoms burden and even prolong the survival for some patients. Guideline and the criteria for selecting patients with non-cancer disease like COPD for access to the hospice services are also available. COPD patient with disabling dyspnea at risk that is poorly responds to bronchodilators and the progression of advanced disease demonstrated by increasing hospitalization or emergency will be eligible for hospice services. Teaching points. Patients with advanced COPD should not be left in the rather hopeless situation of there is nothing to improve anymore. Inertia or fatalism is a disservice to advanced COPD patients, ranging from multidisciplinary pulmonary rehab, endoscopic lung volume reduction,
chronic non-invasive ventilation and lung transplantation, caregivers should try to provide a personalized treatment for every severe COPD patients. And thank you for your attention.